أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال المؤلف أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرسي ديني قاها أنا كبرنا يعني كتاب كياها الشمائل المحمدية وأنا درسي تضوئي الطلماء وحونا كبلا وانا يا بابك شمئي لبطنا. مؤلفك أبو عيسى الترمذي رحمه الله وحويري: باب في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان باب باب واي بابك في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي رسول كيسة موفديس الصفة إذا نحليها غير باب كان يوحو بابي هاي مددا الدنيا جوغي رسولك عليه الصلاة والسلام خبزك أما موفضة وعني جري صفة ذو السيدة أي أهد هل كاسو مركا لقفا إذي سنة يو نلوش في السيدة أي أهد نبقى عليه الصلاة والسلام وحاو عني جري مركي الله إيغو موحو أنه لا سيدة ذاتك مع القبينة أغنية أي أنوليهن سيدة سوكرمي أنه من سيدة فقراء أي مساكين تا سيدة أنوليهن أكلوا إساقنا ولا طابة مركة هلك ألقى فائدة سنايا وحونا سوق هذا إلى سيدة حديث بباب سوق هذا. طيب قال المؤلف مؤلف كوحويري أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى بانو الرمي ثقة ومحمد بن بشار نوانو الرمي ثقة قالا لبدو ذي وحي رادين محمدانكي محمد بن المثنى إي محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر بانو الرمي والله يقانو غندر ثقة حافظ قال وحي محمد بن جعفر. حدثنا شعبة أيانو والرمي شعبة بن الحجاج ثقة أمير المؤمنين في الحديث عن أبي إسحاق أيونوغا والرمي أبي إسحاق وعمر بن عبد الله ثقة حافظ قال وحويري أبو إسحاق سمعت عبد الرحمن بن مغلي عبد الرحمن كو ابن يزيد عبد الرحمن بن يزيد النخعي ثقة يحدث حال أسيغو أوشيكينا يا عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد أسود بن يزيد النخعي كشيكينا ثقة تابعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها عائشة قالت عائشة وحيتري ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم محمد آل كي سمأي سنكدرقين من خبز الشعير قمديك موفدي سحقي ما إيسان كدرقين يومين لبا مالين يومين كوم متتابعين أو حريران حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سإلال لك الضوضيوة. أمنا عائشة رضي الله عنها وحيتري رسولك عليه الصلاة والسلام آل كيسو ما إيسان كدرقين موفول لغا سمييي شعيركا لببري أو حريران
shaciirku waa bahal qamadiga u eg, weliba qamadiga ka sii liita waa shaygaa. Marka shaciirka la yidhaahdo muufo laga sameeyey, waa iska cuntadii fuqaradii, waa laba maalin oo xidhiiraan ma aysan ka dhergin aalu Muxammad. Shaciir marka haddii la yidhi waxaa la ixtiraasaynayaa burka khubziga laga sameeyey baa meesha laga ixtiraasoonayaa. Sidoo kale lafdigan aalka waxaa la yidhi waa lafdi muqxam ah oo maa shabica aalu Muxammadin marka la leeyahay waxaa laga wadaa maa shabica Muxammadun sallallahu calayhi wasallam, asigaa laga wadaa. Waxaa kalaa la yidhi lafdiga lafdi muqxam ma aha, ee aalka waxaa loo jeedaa ciyaalkiisa oo asiga uu nafaqeynayaa loo jeedaa. Kolka dadka asiga uu nafaqeynayo sidii u nool yihiin buu asigana u noolaa. Macnaha marka laba goorba meeshii buu tagayaa. Tayib, marka ilaah haddana laga qiblooday bayti waxay ishaaraysaa marka xaaladdaas inuu daa'imi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam muddadii magaalada Madiina uu joogay ilaa adduunyada uu ka faaruqay. Xataa markii futuuxaadka iyo ghanaa'imtii la helay waxba iskama bedeleen noloshiisa. Marka faqrigiisana wuxuu ahaa faqri asiga uu doortay oo ikhtiyaari ah, ayuu ahaa mid ildiraari ma uusan ahayn. Asigaa nabiga calayhi salaatu wasalaam doorbiday inuu u noolaado sida ay fuqarada u nool yihiin oo kale inuu u noolaado. Tayib, hadalkan marka hadda ma anfinaayo fii aakhiri xayaatihi quuta sanatin inuu ciyaalkiisa u keedeynaayo, ayadoo quuta sanatin ciyaalkiisa uu u keedeynaayo haddana xaajatul muxtaaj baa u soo darinaysa, qof baahan baahidiisi markaasuu haddana quudkii wax ka bixinayaa, markaasuu quudkii iska dhammaanayaa, saasoo kale macna. Xadiidku waa xadiid saxiix ah. Tayib, qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi Abu Cabdillaah, qaala almuallifu wuxuu yidhi Abu Ciisa Tirmidi calayhi raxmatullah, xadathanaa Cabaas bnu Muxammad adduuriyu ayaa noo waramay, thiqatun xaafidun, qaala Cabaas wuxuu yidhi xadathanaa ibnu abi Bukayr baa noo waramay, Yaxya ibnu abi Bukayr alkirmaani ثقة قال وحيري حدثنا جرير بن عثمان بانو ورمي ثقة لا يروي إلا عن ثقة حرير حريز أن إله حدثنا حريز بن عثمان بانو ورمي بوزن أمير حريز ها ومن ثقة مشاهد لسؤالني وثقة عن سليم بن عامر بنو ورمي ثقة من أوصاد التابعين قال وحيري سليم سمعت أبا أمامة أبا أمامة الباهلي أيان مقلي يقول حال أصغرها يا أبو أمامة وصحابي مشهورة وحير ما كان موصن أهين يفضل إنه الصاهر عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير إنه الصاهر معناها أهل بيت كنبغ عليه الصلاة والسلام kifaayadooda wax ka badan ma aysan haysanin, bal kifaayo xataa ma aysan helaynin fil akthar sida badan. Macnaha riwaayadii saabiqada sida ay tusinayso oo shaciir muufo laga sameeyey laba maalin oo xidhiiraan kama aysan dhergin baa la soo yiri. Marka waxaa soo ororay Ummuna Caaisha radiyallahu canha inay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la ogsaday iyadoo agteeda shay oo mid beer duu kabid baar mid u saaxiiba uu cunaayo ilaa shaciirka xoogaagiisa maahane oo qaanad ku dhex jiray xoogaagaas ayaan markii dambe beegay wuuna iga dhammaaday beeti. Xoogaagaasaan iska cuni jirayoo waqti dheer baraka ku soo deganaysa igama dhammaanaynin, markii dambe waan beegay wuu iga dhammaaday beyti. Marka saasay iska ahaayeen oo aalu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam fii akhari awqaatihim xataa kifaayadooda ma aysan helaynin. Xadiidka isagana waa xadiid saxiixa, imaamu Tirmidi baa saxiix yeelay.
قال المؤلف مؤلف كوحير أبو عبد الله قال المؤلف وحير أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي أي نو الرمي ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي قال وحير عبد الله بن معاوية حدثنا ثابت بن يزيد بن نو الرمي ثقة ثبت عن هلال بن خباب أي نوغو الرمي صدوق تغير بآخرة من صغار التابعين هلال بن خباب العبدي وعن صدوقة لكن تغير بآخرة من صغار التابعين بن كمديا عن عكرمة القرشي الهاشمي ثقة ثبت عالم بالتفسير عن ابن عباس قال وحير ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها يبيت مدبرنا أيوها رسولك الليالي هوين ليالي يضو المتتابعة إسرع رأسا طابيا حال أسيقو بقلابهم ها هو يبيت هو أسيقا بريناي وأهله أهل كيسنا وبريناي ماركيسا لا يجدون حال أيسن هلين عشاء وح عشاء أيسن هلين بالفتح والمد ها وحال إلى هذا آخر النهار وح الله عنه طيب مرك أهل كان عيال كأصيغ ونفقين يوم بالله جيدا وكان أكثر خبزهم مفضرة بذيقين وحوها خبز الشعير أيوها عيال مركي ليلة عرورة كلمة waxa adiga culayska kugu ah oo adigu nafaqeyso oo biisho haday zawjad yihiin iyo haday waalidiin yihiin iyo haday caruur yihiin iyo waxa soo dhanba ciyaal isku yiraahdaa waa dadka adiga culays kugu ahoo adiga aad nafaqeyso dhaqaaleyso mas'uuliyadooda ay ku hoos imaaneyso kolka saasu ahaa nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo ahlul baytkiisaba nolosha caankaas ee nolosha fuqarada umbay isaga noolaayeen طيب حديث واسقنا سدا سوكله وا صحيح قال المؤلف وحير ابو عيسى الترمذي عليه رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن نور رمي ثقه فاضل متقن قال وحير انبانا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي اي نور رمي صدوق ها لم يثبت ان يحيى ابن معين ضعفه يحيى ابن معين ضعيفيه باليري من السقنا انه اسق ضعيفيه طيب قال وحير عبيد الله حدثنا عبد الرحمن بن نور رمي صدوق يخضي وهو عبد الرحمن كان ابن عبد الله بن دينار وإن عبد الله بن دينار قال وحير حدثنا أبو حازم الأعرج بن نور رمي وسلمة بن دينار ثقة عابد من صغار التابعين عن سهل بن سعد بن نور رمي أنه سهل قيل له السهل وحالوير أأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سمعني النقية مفسافئة وقشن كأي بنشرة لقبه هي معنى يعني ها الحوارة عط مفعض نظيفة oo bunshadii laga saaray waa xuwaara ee cadu faqaal sahlun baa wuxuu yiri mar sahl baa wuxuu yiri ibn sa'd tayib aakhiru man mata min as-sahabati weeyaani ma raa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ma arag annaqiya mufassafiya ma arag oo bunshada si nadiif looga saaray hatta laqiya رسولك عليه الصلاة والسلام الله إلهي إله أولك المي عز وجل إله إلهي أولك المي وأدو يدي أوفاروقي وأو من تيوى ها قفك مرها دي الروح ذا أي كبح ذو أهل أمنا قانا ربك لكل انفس ها إله إلهي أولك المي إله أولك جير يذيب على قبضا فقيل له السهل باوحى له يرمى هل كانت لكم ميي إذن أهان جيرين مناخل مصفاء أما حارم أو بدر كمركي لشيدة كدب بونشدة لوغة هاديو
مناخل مسفوين أما حارمون إذن أهنجر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجر مية حلق النبي عليه الصلاة والسلام بدر كمر في لشيد كذب وحبون شر الواقع هذه الواقع صار قال لها صامر كمناخ الليلة قال مركا صاوح ويري سهل ما كان لنا أن نوم أهنجر مناخل مسفوين أما حارمون وحلو يقان نوم أهنجر قيل وحالي كيف كنتم تصنعون بالشعير شعير كما كنتم حاكوسا من جهتين شعير هو بون شب ذي هاي بون شدي سيميات كو حجيمي جهتين ومفضل كنتم بجهتين ما حد سمين جهتين قال مركا صاروح ويلي سهل كنا وحن أهانجرني ننفخه شعير كوان أفوفيني فيضير منه شعيرك حقي وحاكد دولاي ما دار وحي الدولاي باكد دولاي وبونشا ثم نعجنه كدب لوان عجيمين شعيرك ساسا مركا مفضان وقد دوانين معنا مركا ساسا ليالي جريو انطلقوا قرحنا يو تنعمك او حد قذبك ما بجيرين بحلية طيب ها حديث كاسقنا وحديث صحيح هو إمام البخاري بحديث كسوصا أيوه قال المؤلف أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله حدثنا وحان ورمي محمد بن بشار بان ورمي ثقة قال محمد بن بشار وحيري حدثنا معاذ بن هشام بان ورمي صدوق ربما وهم قال معاذ وحيري أخبرني أبي أبيه غائي ورمي وهشام بن عبد الله واي ثقة ثبت رمي بالقدر عن يونس أيون إيغا ورمي يونس ابن أبي الفرات القرشي ماها يونس بن عبيد ماها ثقة لم يصب ابن حبان في تليينه هو ابن حبان بعض ضعيفيه لكن صح ماها وموافق ثقة لم يصب ابن حبان في تليينه عن قتادة حقي ونغور رمي قتادة ابن دعامة ثقة ثبت عن أنس بن مالك قال أنس حير ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم معن على خوان ميس كركي وحق معن ولا في سكر رجة ويل خضارات لحدينا وحكم عونين ولا خبز له رسولك اللومان موفين مرقق مدلج العيي قال يونس حويري قلت وحان دهي لقتادة وحان دهي فعلى ما شيماه كانوا صحابه أي أهايين يأكلون قوى عناية قال قتادة وحويري على هذه الصفار صفروين كان كركو ذي كعوني جيرين قال محمد بن بشار وحيري يونس يونس هذا كان ها الذي يونس كرباعا قتادة كوريي هو يونس كا يونس الإسكاف ويوجد الحديث كان ايه أنس بن مالك وحوليه نبيك إلهي ميس كركي عنتكو معنين معايا لي ميسك وحاكسوغا ترفض هي التكبر باكسوغا إما خلقوعنا خبان بكسر أوله خاض الله أصدقاء هي خوان إن لقوا ذا لبدا بوالا أخريه وشي مرتفعة لدياريه سيد عامك الله وكراسة معتادة ولي يقانو عند أهل الأمصار لغو يقانو dadka mutakabbiruunta ee ajamta ha ayaa sida yeeli jiray marka miiska in wax lagu cuno waa arin marka bid'a ah laakiin waa iska jaais hadii oo takabbur qasadkiisa uu ka qaalina qasadki takabbur ka hadu ka qaalina waa iska jaais laakiin ma aha arin sunna ama tayib aaladaha wax lagu cuno sida soo kale qaandada iyo farkeetiga iyo waxyaalaha nooca soo kale markii hoteelada la tago kale ay keenaan ay dadkana ku mashquuliyaan ayaguna waxa weeyaan waa wax iska jaais ah waliba waxay jaais maqanayaan takabur qasadkii haday ka qaali noqdaan waxaana ka haboon in gacmaha la soo dhaqdo la soo farxasho cuntada gacanta lagu cunaa ka haboon in miis wax lagu cunayna waxaa ka haboon in la fariisto gogoshi wax lagu cunaa ayaa ka haboon sidaas aan macnaha sunnadu waafaqsan ma akala nabiyullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ala khiwaanin kuma cunin sidoo kale
sukuraja yani weel qudareed yani waxa weeyaan waa weel yar oo lagu dajiyo shay qaliil ah oo baam kana burburiya waa sida bahal oo kookada camal qudar loo isticmaalo waa qofka markuu dhergo oo wuxuu u baahanayaa calooshiisa cuntada degtay wax burburiyo laana cunto kale uu rabaa haddana inuu cuno oo qof barwaaqe iska haystaa u baahanayo kookakoolada iyo waxyaalaha sidaasoo kale dhirta intay ka badato waa shay marka haadimo cuntadii burburinayo caloosha gudihii durbadiiba cuntada ku burburinayo marka weel qudaareedkaas qudaarta lagu isticmaali jiray ee cuntada durbadii burburisa ee la cunayna weligii wax ma uusan ku cunin maxaa yeelay dherig oo ku qasbayso inuu u baahdo kookakoola iyo wax la mid ah maba dhergi jirinba nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale haddana walaa khubiza lahu muraqaqun looma muufeenin moofo oo la jilciyayo maraq lagu jilciyey yacni la jilciyayo maraqa lagu jilciyey ayib muufo noocaasoo kalena nabiga calayhi salaatu wasalaam looma muufeenin marka waxaasoo dhan waxay muujinayaan noloshiisu inay ahayd nolosha hoose ee dadka fuqarada ah noloshoodoo kale inay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam yuunus baa wuxuu yidhi marka oo sanadka ku jira qataada waxaan ku dhahay uu yidhi waa shiiqiise saxaabada maxay wax ku cuni jireen marka ayagu su-aashaa marka waxay ka dhalatay miis wax kuma cuni jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ka dhahay maadaama miis uusan asiga wax ku cuni jirin ayaga maxay wax ku cuni jireen qataada marka su-aashaas uu ka jawaabayo calaa haadihi sufar sufrooyinkan ayay wax ku cuni jireen sufarta marka waxa weeyaan wax laga samayn jiray maqaar oo mustadiir oo wareegsan laisku laabo haddana meel la suro cunnada markii la cunayaa la fidinayo waa la sameeyaa dadka reer magaalka oo kale guriga markay gogosha fidsan tahay ama rooga u yaalo kale cuntada intaan la keenin bac iyo wax saas baa la keenaa oo cuntada markaa la dul saarayo kale nidaamkaa markaa xilligii saxaabada waa la samayn jiray macnaha sufrooyinka la sheegayana kaas waayo gogosha lagu fadhiisanayo ma ahe wax kale ee cuntada laga hoos marinayo ee wixii dhacdhacane maxaa nidhahdaa ee ay ku dhacaan gogoshana in laga ilaaliyo inay cunto ku dhacday iyo sidaasoo kale ayib sufrooyinkaas ay wax ku cuni jireen xadiidka marka bukhaari baa soo saaray maxamed ibnu bashaar baa marka wuxuu yidhi yuunuskan oo qataada wax ka warinaya laba yuunusaa jirto oo isku dabaqo ah midna waxaa la yidhaahdaa yuunusul iskaaf waa yuunuskan hadda soo sheegnayo yuunus ibnu abilfuraad alqurashi waa yuunusul iskaafka kaas waay waxaa kalaa jiro yuunus ibnu cubayd baa jiro isku dabaqo waaye marka yuunus ibnu cubayd ma aha kan waa yuunus ibnu abilfuraad weeyaan oo yuunusul iskaaf loo yaqaano kaas waay macnaha ayib intaasuu baraarujinaya qaal almuallifu wuxuu yidhi abuu ciisa tirmidi calayhi raxmatullah xadaثana axmed bnu maniic albagawi baa noo waramay thiqatun xaafidun qaala axmed wuxuu yidhi xadaثana cabaad bnu cabaad almuhallabiyu ayaa noo waramay thiqatun rubama wahim can mujaalid xaggiiuu nooga waramay laysa bilqawiy ayib can ishacbiyi caamir bnu shuraaxiil xaggiiuu nooga waramay thiqatun mashhuurun faqiihun faadilun can masruuq buu nooga waramay masruuq ibn alajdacwa masruuq mid la xaday waa isagoo yarbaa mar la xaday baa la yidhaahdaa saasaa masruuq loo yidhiyo masruuq ibn alajdac thiqatun min kibaari taabiciin qaala wuxuu yidhi masruuq dakhaltu waxaan u galay calaa caaishata ayaan u galay fadacad lii caaisho waxay ii wacday marka bidacaamin raashin ardadii caaisha ee ugaarka ardada gaarka ee umuna caaishu ka mid ahaa masruuq wuxuu leeyahay caaishaan u galay fadacad lii waxayna ii wacday bidacaam khaadimkeediyaa waxay ka dalabtay dacaam aniga daraaddii in dacaam lee keeno wa qaalad markaasaa waxay tidhi caaishu maa ashbacu kama dhergo aniga min dacaamin raashin kama dhergo fa ashaa'u kadibna aan doono an abkiya inaan ooyo ilaa bakaytu waan ooynayaa bay tiri haddaan raashin ka dhergo oohin maba iska celin kariba haddaan doono inaan ooyo waan ooyayaa bimacnaa oohinta iskama celin karo haa
haddii aan isku qasbo inaan iska celiyo aan sidaa isaga celiyo mooyaano haddii inaanan iska celiyo aanan doonin waa oynayaa wa macna oo way iga imaanaynaysaa ooynta wa allahuma inaan aniga iska celiyo maahan saasay u jeedaayaa wa caamka ma dhergo oo kadibna aan doono inaan ooyo ilaa waan oynayaa wa qaala masruuq marka wuxuu yidhi qultu waxaan dhahay lima yacni lima tabkiina maxaad u oynaysaa su-aashaasuu weydinaya waxay la oynaysay markii ay ka jawaabaysaa marka qaalad waxay tiri caaisha adkuru waxaan xasuusanayaa alxaala xaaladii baan xasuusanayaa allatii xaaladii oo faaraqa calayhaa xaaladda rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama addunyaa addunyada uu ku faaruqay xaaladaasaan xasuusanayaa waan murgoonayaa marka haa xaaladdaa markaan xasuusto iyo maanta isbeddelka jiro iyo sidaan addunyada ugu tanacumayn wallaahi aan ku dhaartay ee maa shabica ma dhergin rasuulka calayhi salaatu wasalaam min khubsin moofo xaggii kama dhergin iyo walaa laxmin hilib marateeni laba mar fii yoomin maalin dhexdii kama dhergin yacnii labadood maalin gudaheeda laba mar ma uusan ka dhergin hal mar inuu ka dhergo waa suurooda haa laakiin khubsi iyo laxmiyo isla jiraan fii yoomin waaxidin marateyni ma uusan ka dhergin maantana waxa weeyaan maalintii saddexda waqtiyaa la cunayaa quraaco barimaa qado barimaa casho barimaa oo isdaba joog baa la cunayaa oo kale ma arkaysaa noloshii marka xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaamna noocaasay aheedayo nolol iska adag bay ahayd wixii ka dambeeyey marka saxaabada xilligoodii xataa waxaa kasii barwaaqo badnaa xilligii taabiciinta oo futuuxaadka faraha badan la helayo ghanaa'imta faraha badan la helayo islaamkii uu sii fidayo marka aad baa adduunyada maxaan idhaahday tanacumkeeda uu u batay taa bay marka ishaaraysaa ummuna caaisha radia allahu canha qaala almuallifu wuxuu yidhi abuu ciisa tirmidi calayhi raxmatullah xadaanaa maxmuud bnu kaylaan baa noo warramay thiqatun qaala maxmuud wuxuu yidhi xadaanaa abuu daawuud addayaalisiyu ayaa noo warramay thiqatun xaafidun qaala wuxuu yidhi abuu daawuud xadaanaa shucbatu bnu lxajaaj baa noo warramay thiqatun amiiru lmuminiina fi lxadiid can abi isxaaq buu nooga warramay assabiici thiqatun xaafidun qaala abuu isxaaq wuxuu yidhi samictu cabdiraxmaan ayaan maqlay cabdiraxmaankoo ibna yasiida yuxadidu xaal asiga oo sheekeenaaya can ilaswad ibni yasiid ka sheekeenaayo thiqatun mukhtirun faqiih min kibaari taabiciin tayib can caaisha qaalat caaisha waxay tidhi maa shabica rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama min khubsi shaciiri kama dhergin yowmeyni laba maalin yowmeenkoo mutataabicayni oo xidhiidhaan xataa qubida rasuulka ilaa laga qidhdooday xadiidka marka horaan u soo marnay marka waa soo celinayaa mararka qaar alfaaddii baa ka kala gedisan ama sanadkiiyaa kala duwan saasuu u soo celinaya waa sii xoojinaya isla masaladii buu xoojinaya qaala almuallifu wuxuu yidhi abuu cabdillaahi qaala almuallifu wuxuu yidhi abuu ciisa tirmidin calayhi raxmatullah xadaanaa cabdullaahi baa noo warramay cabdullaahigaasoo ibnu cabdiraxmaan thiqatun faadilun qaala cabdullaahi wuxuu yidhi amba'anaa cabdullaahi ibnu camr ayaa noo warramay abuu macmar thiqatun thabtun rumiya bilqadar qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu camar xadaanaa cabdulwaarith baa noo warramay thiqatun thabtun can saciid ibni abi caruuba ayuu nooga warramay min ahbati annaasi fii qataada can qataadata xaggii yuu nooga warramay thiqatun can anasin buu nooga warramay radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi maa akala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama ma cunin calaa khiwaanin miis korkii wax kuma cunin walaa akala rasuulka khubsan ma cunin kibis ama muufo wixii la yidhaahdo haa waxyaalaha marka la duwo oo sidoodii loo duwo dhammaan baa maxaan idhahdaa ee magaca ay iska siin jireen walaa akala khubsan ma cunin ama sabaayaddii ha naqato ama muufadii ha naqato waxyaalahaasoo dhan khubsan ma cunin khabsi khubsigaasoo muraqaqan oo la jilciyey xataa maata ilaa uu ka dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam tayib oo la jilciyeyo oo marka horeba buunshadii si fiican looga saarayo haddana maraq fiican loo yeelayo la jilciyey xadiidka bukhaari baa wariyey waa xadiis saxiix baabu maa jaa'at fii sifati idaami rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam haadaa kani baabu maa shay baabkiisii waa maagoo jaa'a yimid maaga fii sifati idaami rasuuli illaah ilaahay rasuulkiisa goosaarkiisa sifadiisa dhexdiina ku yimid waa haddii laga soo hadlay khubsigii
moofadii uu cuni jiray ama sabaayaddii ama rootigii iyo waxyaalahaasoo dhan baa khubsi laisku yidhahdaa ma ogtahay. Taa haddii laga soo hadlay, haddana waxaa laga hadlayaa goosaarkii baa laga hadlayaa oo lagu cuni lahaa. Marka goosaarka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu goosaaran jiray muxuu ahaa, taasuu haddana tilmaamayaa. Noloshiisoo dhan baa laga hadlayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. أحاديث بضم بوكو كان يباب كان وآدي آد أفر بضم. طيب قال المؤلف حويري أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله حدثنا محمد بن سهل بن عسكر بانوور رمي ثقة وعبد الله نوور رمي عبد الله وابن عبد الرحمن ثقة متقن فاضل قال وحير هذا محمد عبد الله حدثنا يحيى ابن حسان بانوور رمي ثقة إمام قال وحويري يحيى حدثنا سليمان بن بلال بانوور رمي ثقة عن هشام بن عروة أي نوغا ورم عن هشام بن عروة أي نوغا ورم من ثقات التابعين عن أبيه أي نوغا ورم هشام أبيه حقي ثقة عن عائشة حقي بن نوغا ورم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحير نعم الإدام قصارا نعم لها الخل خلبا نعم لها يعني المخصوص بالمدح أما أنت متك لغو خصيصا يا الخل خلك وار goosaar baa nicmo lahaaday bahalka khalka la yiraahdaa nicmo lahaaday waxyaalaha uu nabiga goosaarka ka dhigtay khalkaasaa ka mid ahaa weliba wuu ammaanay qaala cabdullaahi wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabdiraxmaan weeyaane ayib waa ninka hadda sanadka ku jiray fii xadiidiiya wuxuu ku yidhi nicma ludmu haa god iyo reeb nicma ludmu goosaaraa nicmo lahaa ow amise maya wuxuu yidhi الإدام قصاركو الخل خلواي مبتدا اي قبر لغا دغه marka shakiga abdullah haji suka ahaday ama geerkiisa min arubat ni'mal udmu ama al idamu al khalu marka muxuu u amaanaya nabiga kaleey salaatu wasalaam khalka ma qosaro dhan ma asiga ugu fiican oo hatta hilibki iyo miyu ka fiican maya amaantaan waxa weeyaan baa la yiri bixasab ilwaqti waqtiga markaas duruufta asiga uu ku dhex jiray markii loo eego waa sida ibnulqayim uu yiri ma aha inuu ka fadlilaayo uu ka hormarinaayo goosaarada kale inuu ka hormarinaayo ma sababtu waxa weeyaan ahalkiisa waxay u keeneen khubsi bay u keeneen muufo ama kibis bay u keeneen markaasaa wuxuu yiri هل من أدمي قصار مجرى مركاسا وحيرا لأن ما عندنا إلا خل ما هينو إلا خل ما هان خل مويانا وحكا لأكتين ميانا مركاسو يري كينا خل نعم الإدام الخل مركاسو أماني محو أمانتا أصينا يا أهل كي قلبي قوضو كبا يا معنى قلبي قوضو دي بيالا يا ماركيسا waxa iyagu ay fududaysanayaan oo khalka ah wax wanaagsan inay yihiin buu muujinayaa si qalbigoodi uu u kabo nafsadiisana uu u dib yeelo haa laakiin hadii hilib iyo malab iyo caano iyo waxyaalo kale ay jiri lahaayeen amaanta kuwaas ka mudnaan lahaayeen saas uu ay macna tayib marka is-anfin kama dhaxayso meel kale ee nabiga uu ku yiri bi'sal idamu al-khallu iyo xadiidkan goosaar baa nicmo lahaa baas lahaaday khal baa baas lahaaday iyo halkan uu ku amaanayo nicmal idaamu alkhalu uu leeyahay waa marka bixasab ilwaqtigii kale yahay haddii la heli karo waxyaalaha kale hilib iyo wax la mid ah dee bi'sal idaamu alkhalu naqana markaas laakiin wax kale haddaan faraha lagu haynin asagaa marka macno sameynaya markaas yaa nicmal idaamu alkhalu saas waa macna qaala almu'allifu huyri abu abd abu ciisa tirmidhi calayhi raxmatullah حدثنا قتيبة أيان نور رمي قتيبة بن سعيد ثقة قال قتيبة وحير حدثنا أبو الأحوص بن نور رمي وسلام بن سليم الحنفي ثقة عن سماك بن حرب بن نور رمي صدوق إلا أن في روايته عن إكرمة خاصة مضربة وكسو هذا الني قال وحير السماك سمعت النعمان أيان مغلي نعمان كو ابن بشير يقول حال سيغ أو نهاي ألستم في طعام وشراب ألستم صائرين كمتهين متنعمين وكو النعمه صنايا في طعام وشراب كن نعمه صنايا ما شئتم انت دونتا نعمان بن بشير بن سعد كلها لا ان من تابعين اما الصحابه دي النبي كدبيس عليه الصلاه والسلام صومتهن اذنك كو كن نعمه صنايا
طعام إيو شراب سدا دونتان أو نعمة صنايع جوابته حويا هاوا حل برواق الله قد حجريب وتلمامايا وحونا الربائين وكبوريين يرستان طعام إيو شراب ها مركان ساوحي إلي لقد رأيت النبي كنبان أركي صلى الله عليه وسلم والحال ما يجد نبينا أوسن هلين من الدقال تمر تحن حقيد ما أوسن كهلين يملأ بوحنا يما قبضنا ونبقى عليه شو سبوحنا الدقل وأرد التمر تمر تتيد حنوة تمر تكلف يعني مدى أقول حنبا ليرة هذا الدقل ليرة اسكبت ده مركا مدى في عن مدى اللي ده تقو حنو الرقيس حتى وحو على وشك ابن حصدا سيقون هلين أيان أنا نبقى أركيان قصو قاري بويرين نعمان بن رشيد بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه ولكن عمان دائرة صحابه كم يدعى تلماما حديث كمركة وحديث صحيح وإمام مسلم بقوه ورييه قال المؤلف حوير أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله حدثنا عبدة بن عبد الله بانوور رمي الخزاعي ثقة قال وحوير حدثنا معاوية بن هشام بانوور رمي صدوق له أوهام عن سفيان أيون وغور رمي سفيان بن سعيد ثقة حافظ عن محارب وسفيان الثوري عن محارب حقي وغور رمي محارب ابن دثار ثقة إمام من التابعين عن جابر بن عبد الله بن نوغور رمي قال جابر وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحويري نعم الإدام قصار با نعم الله هذا الخل خل با نعم الله هذا أما أنت مرك بحسب الوقت ويسيدنا ربا أطي الماني وأنا حديث صحيح ومسلم صحيح سؤكو وريه قال المؤلف مؤلف وحويري أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله حدثنا هناد بن نوغور رمي ثقة قال هناد وحويري حدثنا وكيع بانوور رمي ثقة حافظ عابد عن سفيان أيون وغور رمي سفيان بن سعيد الثوري وياني ثقة حافظ عن أيوب أيون وغور رمي أيوب بن أبي تميمة السقطياني وياني ثقة ثبت من الفقهاء حجة عن أبي قلابة أيون وغور رمي عبد الله بن زيد وياني ثقة فاضل كثير الإرسال من التابعين عن زهدم الجرمي حق أيون وغور رمي ثقة من التابعين قال زهدم وحيري كنا أنك وحن أهان جرني عند كنا وحن أهانين عند أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أكتسا أنك أهانين فأتي وحالوك يا نمرك أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه باللحم الدجاج دجاجة أما الدورة هلب كذا لوك يا معروف ويان مركا دورة هلب كذا لوك يا نمرك ومركا ربائن وعنو فتنحى رجل رجل باب فقالي رجل قوم من القوم قوم ككمد إنه عنه هلب كي الدقاقة أيوك فقالي طيب فقال أبو موسى وحيري مالك محاكو قد عاد وآذيك كفقانا يا هلب عنستيس فقال رجل كي وحيري إني أنا رأيتها دجاجة أيان أركي تأكل حال أيضا عنس الشيء وحي عنس دورادا أنيقا مجعلي بوي وايو أيضو الشيء عنيسان أركي بوي شيء مركا وحوجي إذا قرم بوجي إذا صحر رأيي وحساس وحوجي إذا وإبهامي أصدقوا إلى لنا يا مقام دادك أودي أرسان إني هلبك عنا إنو محان إذا هذا أعد يوم شيء فوش حن مغي عيسو نعايا شيء أيضو عنيسان إسكا أركي بوي وإبهامي ساسا مركا كنا عيون استيدوني مركا حقا وحو موجينا يا وحوان اكسان اني سان اهين دورد وحكو هبون ان لعونا اني سان اهين بو اشارا يا تاسو مركا ردنا يا ابو موسى الاشعري فحلفت وان دار طيب هذا الكيو سيوتا الا اكلها انا نعنين بان كنا اكتب مدام حال كده سيدا اوي قال ابو موسى وحو يري ابن سودو دوردان لو حكا عمبوك محايا لي فإني أنا رأيت رسول الله يان أركي صلى الله عليه وسلم يأكل حال أصيغو عناي لحم الدجاج عناي دورد هلي فيه كنت يا نبي عليه الصلاة والسلام دارت أذن كفارة قد كيد الله إمات إنا دارت كسي تاقناتو وحاكاك غير بضان إنا تحنثي أو ضد جبسو والشيء خير كأر الله إمات هو هذا الراعي أوه نبي عليه الصلاة والسلام محير لا يؤمن أحدكم حتى يكون هباه تبعا لما جئت به طيب صاصوا هذا القوة معناها أبو موسى الأشعري متفق عليه مركا
qasabna ma jiro qofka sheega dabeecadiisu haday nacdo inuu iska daayo laakiin dadka cunaya inuu ku dhaleeceeyo ama sheega inuu muujiyo wax xun inuu yahay oo aan ku habooneyn in la cuno taasa khalada tayib marka waxa hadda laga daliilsanayaa oo kaliya digaagu waxyaalaha nabiga uu goosaarka ka dhigtay uu cunay inuu ka mid yahay ba la tilmaamayaa tayib marhaba mutafaqun alayhi xadiithku waa la isku waafaqay marka waxa kala laga qaadanayaa digaaga cunistiisu inay bannaan tahay waana mas'ala ijmaac mas'ala ijmaac dad shaa oo hadalkooda shaadu iska yahay way jiraan oo ka fogaaday digaaga inay cunaan laakiin waxaasi waxa weeyaan wax iska shaad ah waa qaar baa marka waxay soo reebeen midda jalaalada oo saxarada cunto waxay dhaheen waa xaaraam ama waa karaah oo midda saxarada cunto waxa soo ororay oo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu cunay dajaaja ha digaaga inuu cunayna ayadana way sugan tahay taa ayada marka waxaa mustaxab ah haddii ay saxaro cunayso in la soo qabto la soo xero oo guriga in muddo saddex beriyo kale cunto nadiifa in guriga lagu siiyo saasoo kale markaa kadib maxaan idhaahdaa in la gooracdo midda jalaalada oo saxarada cunaysa saas camal in la yeelaa wanaagsan marka karaahada markaas way ka zuulaysaa tayib qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi abuu cabdillaah abuu ciisa atirmidi calayhi raxmatullah xadathana alfadlu bnu sahal alacraj albaqdaadiyu ayaa noo warramay saduuqun qaala fadlu wuxuu yidhi xadathana ibraahim bnu cabdiraxmaan ibnu mahdi baa noo warramay saduuqun lahu manaakiir can ibraahiima ayuu nooga warramay ibraahimku ibni cumara ibni safiina masturun can abiihi oo cumar ah saduuqun can jaddihi oo safiinaa qaala jadka wuxuu yidhi waa saxaabi marka safiino waxaa safiino loogu naanaysay shay fara badan buu safar dhexdii ku xambaaray safiinaduu shabahay marka safiina loogu naanaysay wuxuu yidhi akaltu maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama waxaan cunay laxma xubaaraa diiranka shimbirka la yidhaahdo hilibkiiyaan cunay diiranku waa daa'ir oo dabiil oo shimbir dheer waayo oo shimbir qoortiisu ay dheer tahay waayo midabkiisana waa midabka dambaskoo kale waa hilibkiisana digaagga iyo bahasha booloboolada la yidhaahdo ayuu u dhexeeyaa markii la fiiriyo marka xadiidka marka wuxuu tusinayaa inuu bannaan yahay shimbirkaa diiranka la yidhaahdo hilibkiisa in la cuno tayib waxyaalaha marka ee xilliga nabiga la cuni jiray uu ka mid yahay qaala almuallifu wuxuu yidhi abuu ciisa qaala almuallifu wuxuu yidhi abuu ciisa atirmidi xadathanaa caliyu bnu xujrin baa noo warramay thiqatun xaafidun qaala cali wuxuu yidhi حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بأن نور رمي ثقة حافظ عن أيوب أيو نغور رمي ثقة ثبت حجة عن القاسم التميمي أيو نغور رمي مقبول من التابعين عن زهدم الجرمي أيو نغور رمي ثقة من التابعين قال زهدم محير كنا وحن أهاني عند أبي موسى الأشعري أبي موسى الأشعري أكتسان جرمي قال وحير زهدم فقدم طعامه أبي موسى عنتدي صلى الله مريع عنت الله كيلي وقدم في طعامه أبي موسى دعام في سلحه وحلو سهر مريه لحم دجاجة دورة هلب كيلي أدبونا مركا دورة هلب كيلي وأجعل أبو موسى هلب كدورة فائدوين بضم بولي سيد الشارح أبو تلماما يؤو وحويان وهلب معدة مركو التقانة خفيف كو أهلكاس بربوريتان كي سنة وسهلين هاي هلب كدورة maskaxda iyo manida uu ziyaadinayaa xataa soodka uu saafigareynayaa midabka jirkana wuu qurxinayaa caqligana wuu xoojinayaa waxyaalahaasuu sheegsheegaya marka abi muuse marka aad buu u jeclaa digaagga hilibkiisa marka cuntadii loo keenay laxmu dajaajin baa ka mid ahaa wa fil qowmi qoomka dhexdii waxaa ahaa rajulun nin rajulkoo min bani taymillaahi ka mid waa qolo oo qabiil waayo oo reer bani bakar ka mid ahow rajulkaas markaa min bani taymillaah ayuu u dhashay rajulkoo axmaru oo gaduudan ka'annahu rajulka waaba asigoo mawlan addoon ah berigaa marka reer ruum baa laga adkaadayo dadka muslimiinta ku dhex jiro oo midabkooda uu guduudan yahay waxaa loo malaynayay addoommadaas oo ruum laga soo qafaalay inuu ka mid yahay marka nin guduudan buu ahaa oo aad u moodo addoon oo addoommadii ruum laga soo qabtay ayagaa midabkaa lahaayeen
قال مركاسا وحو يري زهدم فلم يدنو ما صور دبانين رجل عنتدي ما وصل صور دبانين فقال له رجل كأبو موسى باو حكو يري ادنو صور دبو فإني أنا رأيت رسول الله يان أركي صلى الله عليه وسلم أكل منه من لحم الدجاج أصيغه وحكو عني بانك فقال رجل كي وحير إني أنا رأيته دجاج كيبان أركي يأكل حال أصيغه عني شيئا شيء قرن فقذفته مركزان قرن صدي بكسر الدال وان كره كره صدي وان عيو فحلفت وان دارتي مركة ألا أضعمه دجاج كإن أنا عنين بان كل دارتي أبدا ولي مركة حديث كي هروا يو معني هروا يانا مركة وحو أمري إنو دارتي ككفاري قطو وعنو نبي كقد عليه الصلاة والسلام حديث كا بخاري باسو صاريو وحديث صحيح حدثنا محمود بن غيلان وبالله التوفيق.